جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. المدي ساعة و 13 دقيقة من الاستوديو جوهرة اف ام بوليتيكا، ان شاء الله حتى لساعتين. كما قلت بحثنا السيد فوزي اللومي وايضا استاذ القانون الدستوري من محفوظ. انا باش نرجع نرحب بضيف الزوز امين، مرحبا استاذ القانون الدستوري. واضح، ولكن فوزي اللومي اليوم القيادي عن حركة نداء تونس او المستقيل من حركة نداء تونس او بين مرحبا. عايش قبيل تماما، مانيش مستقيل من حركة نداء تونس حتى اللحظة، نايب لا، حتى في المستقبل وحتى بعد عزيز ناخذ قريب. أنا المؤسسين الأصليين في نداء تونس وأنا نايب رئيس نداء تونس. دونك انت عمري ما خمم في استقالة ولا عمري نخمم فيها، رغم اكثر الحديث عن انحيازك لشق محسن مرزوق. نرجع للحديث بهذا، ولكن فقط بعد الفاصل نحب تعليق من عندك على الاغنيه اللي كنا نسمع فيها من عند اصاله، خانه الذكريات. نرجع اللي صاير على نداء تونس. والله وجيعه الذكريات نداء تونس كيف كان موحد أكثر من توا في الحملة الانتخابية، والناس كل قاعدين يخدموا مع بعضهم. هذه هي أحسن الذكريات اللي عندي أنا القريبة في نداء تونس. هما اليوم وجيعة كبيرة، انشقاق، اليوم صراع، نوع من الانشقاق، أما إن شاء الله نتجاوزوها الفترة هذه، والوحدة الحزب تكون هي الأولوية لكل المناضلين لكل الناس اللي يحبوا نداء تونس. خطر عليك الحديث في المدة الأخرى على أساس تضامنك مع محسن مرزوق، فالعباد ما فهموش هل انت من انصار محسن مرزوق او حافظ قايد السبسي؟ هذه مساله شق محسن مرزوق وشق قايد السبسي، هي امور اعلاميه. اما هي ما ثماش هذه لا شق محسن مرزوق لا شق قايد السبسي، ثم مناضلين وثم نيدا تونس. انا مع نيدا تونس ومع كل الناس اللي يؤمنوا بالديمقراطيه وبالحداثه وبالبرجيبيه داخل نيدا تونس. اما لاني لا في شق محسن مرزوق لاني في شق حافظ قايد السبسي. ما تعاطفتش مع محسن مرزوق؟ أنا عندي زملائي، تجم تقول لي متعاطف مع محسن مرزوق ومتعاطف مع حافظ قائد سبسي، زملائي في الحزب، ما عنديش حتى مشكلة لا هنا هنا، أما مانيش منحاز لأي شخص ولا أي شق داخل نداء تونس كما قاعدين الناس يحبوا يروجوا فيها. هما مش يروجوا، هما شوف اليوم القسمة ظاهرة، من استقال فهو مع محسن مرزوق، من بقي فهو مع حافظ قائد سبسي. أعلاه، ثم برشا ناس باقيين في الحزب وما همشي مع حافظ قايد السبسي، ومحسن مرزوق اللي سمعته اليوم مازال ما استقالش من الحزب. عمل اعلان، عمل اجتماعات وحده، ومازال ما استقال. المساله رسميه وقت اليوم نسمع حتى مازال ما استقال. على كل حال جديد، على كل حال انا مانيش ماشي في التوجه هذا. اي التوجه نتاعي انا انسان وطني، خدمت في الحزب هذايا، ثم اغلبيه ساحقه في الحزب هذا اللي لاهي في الشق هذا، لاهي في الشق هذا، كي تشوفوا من اغزل الناس قداش الشق هذا، ويلزم وحده الحزب هي اهم حاجه. وحده الحزب هذه ما ثماش هذه الامور نتاع شق على اليمين وشق على اليسار. طيب الاتفاق الاخير على شنو انبثق؟ في نهايه الامر وين ماشي نداء تونس؟ اخر حاجه هي لجنه 13 اللي اسسها الاستاذ بدري قايد السبسي باش تلقى وفاق، نوع من الحوار الوطني كما جاك هذيك الرباعي نتاع الحوار الوطني، اما هذا داخل الحزب باش تلقى توافقات وقتيه، باش تخلي الحزب يكون التسيير نتاعو بصفه عاديه حتى المؤتمر الاول اللي باش يكون نتاع الحزب، هو يكون مؤتمر انتخابي او الانتخاب او المؤتمر في شكون في 30 31 جويلية هو المؤتمر الانتخابي نتاع الحزب. في الانتظار فما حاجه تصير نهار 9 و10 جانفي في سوسه لهنا، هذيك فترة انتقالية، فترة انتقالية باش تكون اجتماع عام، اما شكون يسميه مؤتمر توافقي بالضبط تمهيدي، هو حقيقة اجتماع عام باش يصادق على قيادات وقتية، وباش يصادق على لجنة مستقلة اللي هي باش تقعد تحضر للمؤتمر، تحضر للمؤتمر الانتخابي اللي جاي. وفي الفترة هذه من 10 جانبي حتى الاخر جويليا باش تكون تسيير الحزب واعداد وتحضير المؤتمر هذا. معناتها انت تقريبا نفيت اخبرت لو درتوا كل وسائل الاعلام اللي هو الانفصال الفعلي والحقيقي لمحسن مرزوق عن حزب نداء تونس. محسن مرزوق. انا ما نعرفش شنو هو، انا ما نعرفش حبيع محسن مرزوق. نعرف اللي عمل الاجتماعات
رافض كل التوافقات. نعم رافض كل التوافقات. اي اما رافض المؤتمر. انا ما نجمش نجاوبك في بقعته هو. هو تو مبدئيا رفض التوجه نتاع اللجنه 13 وحاب يمشي مباشره للمؤتمر الانتخابي هو. اما انا شخصيا لا، انا قلت ما يسالش اللجنه 13 متفقين فيها، متفقين في خريطه الطريق اللي عملتها. قعدنا ما اتفقناش في التوافقات شنيا، ثم توافقات. اي ثم اربع حاجات في التوافقات. شكون الناس اللي باش يحضروا في الاجتماع هذا نتاع 9 و10 جانفي؟ شنيا اللجنه اللي المستقله اللي باش تقعد تحضر المؤتمر؟ شنيا القياده الوقتيه نتاع 21 عضو اللي باش تقود الحزب؟ وشنو هما الهياكل اللي باش تثبيت؟ هذوما الاربع نقط هذا هو في الوفاق. كما ديما نقول فيه انا، الشيطان يكمن في التفاصيل. معناتها لو ديابل ابيت ولا سو كاش دون لي ديتاي. تجم تعمل انت خير طريق خارقه للعاده، اما تجم تعمل توافقات ماهمش مشبوهه او مشكوك فيها. مشكوك فيها والا ماهيش توافقات حقيقيه. هذاك علاش انا حطينا فرصه الاسبوع هذايا والعشر ايام نجم نقولوا حتى الاربعه ولا خمسه جانبي باش نلقاو هذايا الارضيه التفاصيل. اي التفاصيل والارضيه نتاع التوافقات بين كل الاطراف. وقتها نبداو الناس الكل ماشيين في التوجه هذاك. علاش ربما زاد كثر الحديث انه بعد الشق الموجود لمحسن مرزوق وشق حافظ قائد السبسي، الشق الثالث الان فوزي المومي. ممكن معناتها توافق على الكلام هذا الاعلامي؟ اي توافق عليه. انت باش نشوف الشقوق باش يكون شق ثالث. كان ما فماش شقوق احنا لازم أي. في النظام الاساسي بتاع تونس فيه اللي ينجم الحزب فيه تيارات. اذا الحزب باش يمشي في التوجه ثم تيارات، وقتها باش يكون زوز تيارات ولا ثلاثه ولا اربعه ولا اللي هو كما في الاحزاب في الخارج. ثم تيارات وقتها كان باش تعمل تيار محسن مرزوق وتيار حافظ قائد سبزي، مش حتى انا نعمل تيار كيف هما. تيار فوزي اللومي. فوزي اللومي تيار التيار الديمقراطيه، تيار الحدث. كلهم يقولوا نفس الحديث سي فوزي. لا ثم تيار اجتماعي، تيار يقول لك لا ثم تيار اجتماعي، الاخر يقول لك ثعالبي، الاخر يقول لك كل واحد عنده تيار في توجه. احنا تيار بورقيبي حداثي ديمقراطي وطني. هذا هو التيار. نجم نسميه التيار الامل تاع تونس، والتيار الامل في تونس اللي احنا لازم نرجعوا الامل للشعب التونسي. طيب هذا ما يعلنش عن عاصفه جديده ايضا مرة أخرى لحركة نداء تونس؟ انشقاق جديد، تيار جديد، يا سيدي نسموه تيار. لا إجا نسموه تيار. أنا وكل المناضلين في نداء تونس راهم يحبوا وحدة الحزب. إحنا أهم حاجة، إحنا أهم حاجة هي وحدة الحزب. إذا وحدة الحزب ومصلحة نتاع وحدة الحزب يلزم يكون فيها تيارات باش ما يكونش صراعات معناتها مهمشة، وقتها نعملوا تيارات. إذا مصلحة الحزب ما يكونش فما تيارات ما نعملوش تيارات. طيب شو موقف فوزي اللومي من يقول أنه اليوم فما توجه لتوريث الحزب لابن الرئيس والمؤسس السابق الباجي قائد السيسي؟ هذه جواب تاعها سهل ياسر. احنا تو دخلنا في نظام ديمقراطي. الثورة صارت أساسا على الديمقراطية، والديمقراطية تو عملنا شوط كبير فيها وخلطنا لليوم عنا مؤسسات قائمة بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخرانية. اليوم احنا في وسط الحزب، حزب كان من الأول تبنى على روافد وتبنى في فترة صعيبة. اليوم الحزب بتاعنا لازم هو بيدو هيكلته بصفة ديمقراطية، والديمقراطية بآلية الانتخابات. إذا كي نعمل انتخابات ويتعدى أي طرف العملية انتهت. احنا مبنية على الديمقراطية، ما عادش مبنية على شكون نحط فلان ولا على التعيينات. إذا في بالديمقراطية وبالانتخابات طلع أي قيادي في نداء تونس مرحبا به. بالصندوق. بالصندوق. وما فماش خوف على تزوير الأصوات مثلا؟ هذيك عاد خدمتنا احنا. هذيك خدمة المناضلين كيما في حتى قالوا اللي يجي تو تصير تزوير انتخابات، هذيك خدمتنا احنا. معناتها انتم تضمنوا الشفافية ولا تضمنوا ماذا؟ لا تو نجيبوا الناس مستقلين. اللجنة اللي باش تعمل المؤتمر باش تكون على أساس لجنة مستقلة ولا محايدة، ومن بعد باش نعملوا دي كيما دي زوبسيرفاتور ملاحظين باش يكونوا القائمات اللي باش تترشح
باش دافع على وجودها وكل شيء. طيب معناها هذيك من قواعد تنظيم الانتخابات. واضح تجم تقول تجم تشكك في كل انتخابات. قبل ما نبدا الحديث مع استاذ القانون الدستوري من محفوظ، هذا ماذا بينا خو موقفك من ماذا يحدث في تونس اليوم، موقفك من السياسه المتجهه في تونس اليوم سواء كان على المستوى الاجتماعي او الاقتصادي او السياسي ايضا، شحوال تونس، شكون يحكم في تونس، رايك في الوضع العام في تونس في ظل الحديث عن ازمه خطيره اقتصاديه وسياسيه وامنيه ايضا. احنا اليوم نعيش في ازمه كبيره ياسر، ازمه امنيه، ازمه اقتصاديه، ازمه اجتماعيه، وحتى ازمه ثقافيه. اي هذه يلزم نعالجوهم باصلاحات كبرى. اليوم الحكومه اللي بدات حتى التو نجم نقولوا نوع من حكومه تصريف امل، ما هيش قاعده لجور وجور، قاعده تحل في المشاكل اليوميه العامه. خاطر زاده هي لقات اوضاع كارثيه من ترويكا اللي يسطلها في العمل اليومي. كما نقولوا تقتل يصبح حي، معناها المشاكل توفاها اليوم يجيك غدوة حاجة أخرى، تعمل حاجة أخرى تصلحها تجيك حاجة أخرى. على كل حال يلزم ندخلوا في الإصلاحات الكبرى، إصلاحات في الميدان الاقتصادي، في الميدان الاجتماعي، وفي الميدان الثقافي. شنو اللي يكبش ويخلينا ما ندخلوش في الإصلاحات هذه حتى لليوم؟ هذه نجمو نحكيو فيها برشا. أول حاجة اللي حزب دا تونس هو اللي نجح الأولاني في الانتخابات ومش موجود في الحكم. اليوم الحكومة ما شكون يحكم اليوم؟ حكومة شراكة اللي حزب نداء تونس موجود فيها بأقلية وما عنده حتى سيطرة على الحكومة. كان المفروض باش يكون رئيس الحكومة في أول مرة كي انتخاب أو الحزب يكون من الحزب باش يطبق البرنامج اللي احنا وعدنا به المناضلين. طيب خذينا اختيار وقت الهيئة التأسيسية، خذت اختيار باش رئيس الحكومة يكون خارج نيدا تونس، معناها الحكومة اليوم يقول أنا مانيش من نيدا تونس، ومانيش مطالب باش نطبق برنامج نيدا تونس، معناها قاعدين نعملوا في برنامج وحدهم في الحكومة، وإحنا ما عندنا عليه حتى مش حتى كلمة، أما ما عندناش سيطرة عليه، ما عندناش تأثير كبير. ماكمش أصحاب القرار. مانيش أصحاب القرار. رغم إنه عندكم وزراء داخل هذه. عندنا وزراء، أما كل كيف كيف لاين بالأمور نتاعهم قاعدين يخدموا بكل جدية. نجم نقولوا الوزراء نتاع تونس قاعدين ناجحين في الخدمة نتاعهم. أما إذا ما ندخلوش في إصلاحات، إذا ما ندخلوش في البرنامج اللي إحنا وعدنا به الشعب التونسي والناخبين، راهو يمكن باش نضيعوا شوية وقت. توا جايين انتخابات أخرين. وتوا نشوفوا النتيجة نتاعها، ثم انتخابات توا بلدية اللي باش تكون بعد عام ولا عام وثلاثة أشهر ولا حاجة كيما هكاكا. كان حد ربي إيه. إن شاء الله. ما يلزمش توا الناخبين باش يقول لك أنتوما انتخبناكم وعايش عطيتونا باش يحاسبونا. توا عام آخر باش يجيو يحاسبونا. من حق الناخبين أنهم يحاسبوكم. باش يحاسبونا إحنا كندا تونس، خاطر الحكومة محسوبة علينا إحنا. بمعنى أن الوضعية الحالية اليوم محسوبة ومسؤولة عليها نداء تونس. طيب نرجع لك في تفاصيل بعد شوية. أمين محفوظ، ماذا بيا تعليق بسيط على اللي سمعناه قانونيا من عند القيادي وأيضا نائب رئيس حركة نداء تونس فوزي اللومي. هو في موضوع نتاع الأحزاب السياسية، الحزب السياسي المعترف هو الهدف نتاعو ممارسة، وفي الأنظمة الديمقراطية الحزب السياسي باش يكون هو يسمي نفسه ديمقراطي ولا حامل مشروع ديمقراطي لازم يكون هو نفسه من الداخل ديمقراطي. طيب إذا كانك ماكش من الداخل ديمقراطي ما تنجمش تكون فقد الشيء حامل مشروع ديمقراطي. واضح. الأحزاب السياسية اللي عندنا في تونس اليوم بعد ثورة 14 جانفي 2011 كلها فتيات، كلها بما في ذلك حركة النهضة. يعني صحيح وأنه فعليا حركة النهضة عندها امتداد إلى غير ذلك، يقول لك سرية تنشط في النشاط سري، علنيا هي جديدة، لكن علنيا وبشكل رسمي هي جديدة. إذا المشهد السياسي ما نجموش نستغربه وأنه غير مستقر، خاصة وأنه الحزب السياسي هو كظاهرة سياسية، وأهم ميزة للظاهرة السياسية هي الديناميكية والتحرك، هو ظاهرة متحركة بسرعة على حسب الأوضاع. فالتحدي الكبير اللي قدام نداء تونس وقدام الأحزاب الأخرى الكل هو أن
تكون منظمه ومهيكله بطريقه ديمقراطيه. الاشكال اليوم انه الحزب الصغير هذا عمره ممكن عامين ولا ماش قداش عامين قداش عمره يدير 3 سنين عمره 3 سنين يلقى سنين ونص فوالا يلقى روحه في التحضير. معناه شوف نقطه الاشتراك حركه النهضه عمرها رسميا كيلكو موا عمرها ممكن 7 اشهر 8 اشهر واذا بيك روحها في الحكم. بدايه تونس اكبر شوي تقريبا بعد عامين ونصف يلقى روحه في الحكم. يعني احزاب فتيه تعطيها مسؤوليه كبيره ياسر. حركه النهضه فشلت مش نقولوا فشلت وطريقه الاقتراع اكدت وانه هناك فشل ولكن فشل دائما يبقى نسبي. حركه نداء تونس باش ينتظرها لانه كما قال توسي فوزي راهو الناخب ينظر الناخب يشوف للوعود لا فما هاجس الفشل موجود هاجس انا مازال نجم نقولوا حتى شيء. لا خلينا نفهموا هو يقول لك ما نحكموش احنا ولكن هو المسؤول ولكن هو المسؤول لانك انت قدام الشعب هو المسؤول. هو المسؤول ما تنجمش تتهرب من المسؤوليه لانك انت جيت في المرتبه الاولى ورفضت باش يكون رئيس الحكومه من عندك. اذا انت تتحمل مسؤوليه الخيارات نتاعك. انت جيت وقلت مثلا لن نتحالف مع النهضه وهما خطان متوازيان لم يلتقيا واذا التقيا فلا حول ولا قوه الا بالله. اذا كان فهمنا احنا تو عايشين في فلا حول ولا قوه الا بالله. ثم ما نجموش نقولوا من الناحيه الدستوريه ثم تحالف لانه الحكومه متكونه من حركه النهضه من نداء تونس من ما نمشيوش بالقدر حاجه رمزيه وجودهم رمزي مش تجمع معنا حتى برنامج مع بعضنا يا سي فوزي من الناحيه الدستوريه ما عملنا حتى برنامج معاهم في كل شيء ما عندناش حتى شيء حتى حالك لازم تعمل ان بروغرام كولا ما عندناش برنامج انا كي بعضنا وما عندناش نفس التوجه وما عندناش نفس الفلسفه نتاع المجتمع التونسي. شوف وهما هي شراكة رمزية. علاش؟ علاش الشراكة رمزية هذه؟ على خاطر الشعب التونسي هذاك عطانا في الانتخابات. ما عطاناش الأغلبية المطلقة لنداء تونس، عطانا 86 نائب، كان عطانا 120 نائب، راهو تكون حكومة نداء تونس. هذا موقف حزبي نحترمه سي فوزي من نعطيه موقف قانوني. الحكومة والدستور يحكي على الائتلاف الحكومي. نحط يدي في يدك ونحكموا مع بعضنا. ولا نتفاهموا باش نحكموا من غير ما يكون عندنا برنامج. في كل الحالات هو حسب الدستور ائتلاف حكومي وما ينجمش يكون ائتلاف حكومي بدون إذن هناك تحالف. إذن من الناحيه الرسميه والدستوريه هناك تحالف. شنية ردة فعل الناخبين على التحالف هذا؟ هذاك اللي باش نشوفوه. بون ثم شق في نداء تونس يقول لك لا احنا من الاول رافضين التحالف، ثم شق توسي فوزي سمعته تو ما يتسماش تحالف. هذه قراءات، لكن من الناحيه الدستوريه هناك ائتلاف قانوني دستوري قائم على تحالف احزاب سياسيه اللي هي الاربعه مع بعضها. والمسؤوليه هي مسؤوليه مشتركه. اذا حبيت نوصل لحاجه انه الافضل بالنسبه للاحزاب هذه ان تتهيكل بطريقه ديمقراطيه. راهو الاختلاف سي فوزي كما قلت انت هو طبيعي. اذا كيف يتم حسم الاختلافات؟ يتم حسمها بطريقه ديمقراطيه. لا تعاديني لا نعاديك، لا تتهمني لا نتهمك، لا تحاكمني لا نحاكمك، لانه طبيعه العمل الديمقراطي هو الاختلاف. ما نجمش يكون معناها قائم على التوافق. تبقى في منهجيه العمل، ثم شكون يقول لك احنا خلينا نمشيو للمؤتمر ممكن تحبوا الديمقراطيه وحزم يكون ديمقراطي وهو الصواب نعتقد، خلينا نمشيو للمؤتمر انتخابي، لانه الانتخابات الكلمه نعود للقواعد. لكن ثم اتجاه اخر يقول لك الهياكل اللي القائمه اليوم هي هياكل تجم نقول توافقي هكا ولا اذا ما عندهاش مشروعيه. واحنا عندنا مشكل في اختيار لي كونغريسيست شكون باش يكون مؤتمر وغير مؤتمر. اذا خلينا نزيدوا مرحله انتقاليه ثانيه لانه ما عادش راضيين بالتسيير الحالي وبالهياكل التسييريه الحاليه. اللي ايش يلزم نهار 9 ولا 10 جانفي اللي باش يجيب قيادات توافقيه جديده ومن بعد باش يقع المؤتمر الانتخابي. هذا راهو العمليه الانتخابيه ماهيش ساهله، راهو هذا التحدي. اذا نجمو كان مثلا تو تشوف انت لي بريمير في الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في امريكا على رئاسه الترشح لرئاسه الجمهوريه، معناها ما تسمي شق فلان وشق فلان ما تسميش، ثم يعملوا دي بريمير تحسم. شفت كيفاش الاختلاف موجود ويكون حاد احيانا
حتى في الخطابات تكون حادة، ولكن في المؤتمر في الأخر متاع أوت صندوق حزب باش يخرج واحد والناس الكل تتصف، معناها تجي وراك الشخص هذاك بطريقة ديمقراطية. احنا مع كل أسف التمرين هذا صحيح هو جديد، لكن ما احناش فاهمينه، ناخذوه بياسر حساسية، نشخصنوه ياسر، نرجعوا له ربما حتى المخلفات نتاع الثقافة نتاعنا في العديد من معناها تكون تأثر عليه، ولكن نعتبر كيما القرارات اللي صدرتها الوقتية لمراقبة الدستورية مشاريع القوانين وقالت تقف ثم راهو القانون المشروع نتاعك هذا غير دستوري وآخر غير دستوري، هذا نعتبر تونس شادة إن شاء الله الطريق الصحيح. هو راجعين للموضوع هذا كان تسمح لكن مع بعضه مربوط مع بعضه شادين الطريق الصحيح تبقى يلزم مصلحة تونس تقتضي وأن يقع الحسم في أسرع وقت ممكن في مثل هذه المسائل. طيب راجعين احنا بعد الفاصل نحكيه على مستقبل حكم نداء تونس، مش نداء تونس في حد ذاته، ولكن هل سيحكم نداء تونس فعليا البلاد؟ بعد شوية أيضا ناخذ موقفكم أمين محفوظ وفوزي اللومي عن العمل التشريعي البرلماني وخاصة بعد الطعون في مشروع قانون أو عدد من فصول مشروع قانون ميزانية 2016، وأيضا بعد شوية نحكيه على التحوير الوزاري المرتقب، هل نداء تونس دور فيه كحزب أغلبي اليوم أو باقي نداء تونس خارج اللعبة؟ يا بوليتيكا في ضيافتنا القيادي ونائب رئيس حركة نداء تونس السيد فوزي اللومي، أيضا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، نحكيه على العمل التشريعي البرلماني بصفة عامة. العمل التشريعي البرلماني بعد عام من مسكه لزمام السلطة التشريعية، تقييمك لي سيد فوزي اللومي؟ أنا نشوف اللي البرلمان قاعد يخدم بكل جدية، اللجان قاعدين تخدم، رؤساء اللجان عندهم الكفاءة المطلوبة، الريتم نتاع الخدمة موافق عليه رغم الخروقات للدستور، محكمة دستورية مش في وقتها. هذيك توا احنا قاعدين نتفاعلوا قاعدين نجربوا في كيفاش يخدم برلمان في نظام ديمقراطي. كيف يجي مثال اقتراح نتاع قانون يتعدى القانون، الناس تتكلم، ثم معارضة في وسط مجلس النواب، ثم الناس تدافع على الفصل هذايا، وبعد ثم هيئة اللي هي مستقلة اللي تقعد مازال هيكل النص. أي تشوف النص دستورية النص معناها موجودة وإلا لا، فما فيها شوية اجتهاد، والحقيقة قاعدة نجم نحسبوا للمؤسسة قاعدة ماشية في الطريقة الصحيحة. معناتها انت تنجم تعطيها 20 على 20 مؤسسه تشريعيه اليوم، كلش 20 على 20 ما نعطيها 16 على 20 16 باهي مونسيون بيان مونسيون بيان. قداش تعطيها من محفوظ المؤسسه التشريعيه اليوم البرلمان في ساعه نوتك؟ هاو نوت انا معك ملاحظه متوسط متوسط معناتها 10 ونص قداش معلش عليك انت المتوسط انت بالك راهي عندها الشرعيه القانونيه وهي الشعب التونسي اللي طيب شنو هذا سنة تهديد لي أمين محفوظ؟ لا معناها يزمك بالديمقراطية، حسيته هكا علم مستقبل موش سهل، يزمك تابل بالديمقراطية. أي هو من تقشم أنا أقول نعطيها متوسط عليش على الأداء مش على المشروعية، حتى حد مشكك فيها، وهذايا نصر لتونس ونصر للديمقراطية، لكن نقيموها على المنتوج على الأداء. في الأداء ثم مع بطء ثم بطء، راهو اللي تقدم تعطيه 10 تعطيه 16 باش تعطيه 25 ل 20 نبدا نعطيه 10 ونشوف العام الثاني شوف العام الثاني دونك 10 10 واضح. مش نقول لك علاش لا مش هكاك 10 لانه عندنا تحديات كبيره على مستوى المنتوج التشريعي. المنتوج التشريعي على مستوى الكم وعلى مستوى النوع. طيب واضح ولا لا؟ على مستوى الكم العديد من المشاريع ما تعديتش اللي عندها الاهميه نتاعها وما وقعش احترام الاجيال الدستوري. تعرف هذه تقول ما بقاش احترام الاجل الدستوري العدد نجم يهبط راه القانون الدستوري المجلس الاعلى للقضاء، معناها خاطر انت كمؤسسه تشريعيه منتخبه اللي مشك في حد لكن راك ما احترمش الدستور على مستوى الاجل. تقرا درس معناها وقت نعطيك امتحان باش تعديه في ساعه من زمان ساعه ودقيقه نقول لك خلي الورقه عندك. هذا الامم المتحضره والمتقدمه. دونك انا طلبت منك ساعه لازمك تكمل التمرين نتاعك في ساعه، هما عندهم تمارين وبموجبات دستوريه، الدستور قال له هذا تعملوا في 6 شهور، هذا تعملوا في عام، هذا دونك لازمك تحترموا. هما تجاوزوا ال ما احترموش الدستور مع كل اسف على مستوى الاجل. النقطة الثانية تو صحيح ثم بعض المشاريع تو كيما وكنت محظوظ ربما وفي ياسر تعب لأنه انتهت محاكمة أو شبه مطالبة بمحاكمة،
انه خدمت على مشروع قانون المحكمه الدستوريه، الحمد لله خرج لاباس امور مريضه. ولكن حاب نعطيكم معلومه اللي انا مثلا وقع الاتصال بي بشكل نجم نقولوا غير رسمي. انه البنود معناها برنامج الامم المتحده اللي يعاون هذا ما قصرش الحق بكل صراحه، جاء مجلس النواب خاصه مع التجربه تاع المجلس التاسيسي. اش قال؟ قالوا بالله علاش تقعدوا تعملوا في قوانين هكاك وبالحق راهو عندهم ياسر مشاكل، انا ما نجمش نطلب منهم المستحيل. معناها طريقه الدراهم وطريقه العمل بالنسبه للنواب تعيسه جدا، غير قادر باش يعطيك منتوج قانوني ممتاز. وين التعاسه في النظام الداخلي؟ في النظام الداخلي وفي الاليات اللي عنده، معناها هو بالله تو باش نعطيك حاجه، هو تلقاه مثلا معلم ولا تلقاه طبيب تعطيه باش يحضر باش يعطي اقتراحات في مشروع قانون ولا في حاجه، دونك يلزم يكون عنده دي اسيستون، ناس مختصين يعاونوه. يفهموه راهو الشأن التشريعي مش شأن ساهل، راهو لازم تكون عندك محاط بالمستشارين نتاعك، ما عندوش الامكانيه باش يعطي مستشارين. اش عملت انا بالبنود؟ استنى فاهم، استنى فاهم باش كل واحد ياخذ حق. قلت لهم هاني نجيب لكم دي زيكسبير، نجيب لكم مختصين يعاونوك. والبنود قالت لهم تونس ما تخلص حتى من اللي. معناه المطالب بالضريبه في تونس ماهوش يخلص، شكون باش يخلصها؟ الامم المتحده. مع كل الاسف بداوا في لي ديمارش ورئيس مجلس النواب معناها مشاو في الديمارش، ولكن ثم حزب داخل مجلس النواب الشعبي اللي هو قوي ياسر اعترض اعتراض شديد على ان يكون مجلس النواب الشعب خبراء موجودين على الذمه اللي قادرين باش يدرسوا النصوص باش يقول لك هذا دستوري ولا غير دستوري. معناها فهمت كيفاش يخدم معناها من قبل ما نمشيو تي وصلت اخبار جاتني من الاخبار قالوا لي شوفوا مع المصدر مشوا للمصدر مباشره خير. انا نقول لك انا وقع الاتصال بي على كل حال انه ثم مشروع وانه البنود باش تعاون تونس باش توفر مجموعه من الخبراء اللي باش يعاونوا مجلس نواب الشعب في عمليه صياغه النصوص، في عمليه دراسه مشاريع النصوص اللي تجي من عند الحكومه ولا رئاسه الجمهوريه، في مراقبه الدستوريه نتاعها الى غير ذلك من جميع ما. ولكن مع الاسف ثم حزب داخل مجلس نواب الشعب اعترض اعتراض شديد، والنتيجه شنو هي؟ هاك تشوف الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه مشاريع القوانين تجي تقول له المشروع نتاعك هذا غير دستوري، وهذا راهو ليكزرسيس باهي راهو مش خايب، هذا موجود في فرنسا في المانيا هذيك هي الديمقراطيه. اما مش نقول باش نربحوا الوقت، خليني نقول لك باش نحكي على التحويل الوزاري. اي يعني قلت لك عاد انا تو جيت الموضوع هام هذا يستاهل. تعرف الاداء سي فوزي كيف قلت لك على الاداء، يعني على تقييم المنتوج التشريعي معناه من الناحيه الكميه ومن الناحيه النوعيه. ان شاء الله على كل حال انه المجلس يهتم بالمسائل هذه ويوفر للساده النواب جميع الظروف اللي تسمح لهم باش يفهموا المشاريع واللي تسمح لهم باش يعدلوا المشاريع هذه، وتصير قنوات الاتصال بطريقه مقبوله ما بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه باش كيجي النص سواء الهيئه الوقتيه اللي ما عادش عندها ياسر والا المحكمه الدستوريه اللي باش تتعطل تو على بالك خاطر المحكمه المجلس على القضاء باش تتعطل. ما كنا مرفيت قلت لك في الربيع ما تو يظل حتى الربيع باش تنسى، الربيع صعيب حتى الربيع صعيب. معناها هذا الكل مش باهيك، علاش باش مؤسساتنا تقف على ساقيها وتبدا تشتغل؟ وهذا الكل راهو مش لخدمه اشخاص ولا لخدمه اجندات ولا لخدمه تونس باش منتوجنا يكون ذو في مستوى الدوله الديمقراطيه. طيب سيد فوزي اليوم نحكيو على تحوير وزاري مرتقب، كان من المتوقع ومن المفروض حسب تصريح حتى رئيس الحكومه انه قبل 2016 اليوم 30 ديسمبر 2015 تسريبات بالجمله، ولكن ما فما حتى شيء. تعطل قانون الماليه ووقتها قال حتى يوفي القانون الماليه ومن بعد نعملوا التحليل المصيري فتعطيل الماليه. عندكم فكره على شنو نيه الحبيب الصيد في الاتجاه هذا التحوير الوزاري وين ماشي بالضبط؟ ثم تقييم اول حاجه، مش تحويل واحد بيكون قاعد هكا يقوم يعمل تحويل وزاري، اذا فما تقييم يعمل نتاع اداء الحكومه، تقييم نتاع التشكيله نتاع الوزارات، يمكن سيستم التحويل في الوزارات يكبر شويه ولا يصغر شويه في الوزاره هذه، يعني كيفاش معناها تكون معناها ثم انسجام ما بين الاهداف نتاع كل وزاره. وبعد التقييم هذايا وفي نفس الوقت زاد الحوار مع الاطراف اللي هي موجوده اليوم في الحكومه باش تخرج التحوير تشاورات مع تشاورات. عندكم الكلمه على اساس انكم تصبحون الحزب الاغلبي الحاكم في تونس ولا ستبقون على حالكم هاكم موجودين وكهذا؟ حتى لليوم ما ثمش توجه باش نوليو الحزب اللي هو عنده الاغلبيه في الحكومه.
فماش توابل. انا شخصيا مش قاعد نشوف التواجد هذا اليوم. مش معناها ما يصيرش اليوم تقعد نفس الشيء. ثم حد يكون يقول لك نزيدوا شويه في التكنوقراط، ثم شكون يقول لك، ثم يقول لك لا نعملوا محاصصه حزبيه، ثم يقول لك نعملوا كل واحد كيفاش قاعد يتدخل على خاطر الحلفاء نتاعكم يحبوكم تقعدوا في الحجم هذا. يمكن زاد يمكن الحلفاء يعملوا قدرات، يمكن هم يحبوا يزيدوا في الحجم نتاعهم. يمكن حتى تقعد حكومة مستقلة على الأحزاب ماشي في اثنية اللي ما عندها حتى علاقة بالأحزاب. فرضية تكبير التحالف انه ينضموا لكم احزاب جدد، او العكس ايضا انه يوليوا زوز احزابك هاو ما عادش اربع احزاب موجود. هذا ما تصورش مش قاعد اكتب مش تقعدوا الاربع احزاب، ولكن فقط تغيير في دمج الوزارات اليوم من احزاب اخرين. مش معناها اللي ثم تحالف معهم ولا ثم شراكة معهم يجيوا ناس كل من الأحزاب. مش معناها الحزب هذاك دخل في شراكة، خاطر الحزب مش موجود مثل في البرلمان ما يجيبش يعاون الحكومة في وسط البرلمان. لو كان جا فوزي اللومي هو رئيس الحكومة اليوم وهو اللي شكل الحكومة، شكونوا أول وزير ينحيه وشكونوا أكثر وزير يصر على بقاء؟ حتى تولي رئيس حكومة لا ولا لا مش فيش. انا نعرف لان عندك طموح تحب تكون رئيس حكومه وحتى رئيس دوله، علاش لا؟ طموح مشروع. انا ترشحت في كيف الهيئه التاسيسيه قاعده تختار في رئيس حكومه، ترشحت معناتها الهيئه التاسيسيه ما كهو ما داخل الحزب. هي نفرضوا داخل فرضية انك رئيس حكومه من اي حتى حد نكمل بالحكومه هذه. دونك نفهموا علاش نيدا تونس ما حبش يحكم، كلكم تحبوش تحكم حتى عمي يحب يحكم. تقعدوا بالحكومه هذه رغم الفشل؟ مش نقولوا لا الحكومه هيش فاشله، مش نقولوا الحكومه فاشله. انت قلت الحكومه مش قايمه بالحكم. لا الحكومه قاعده تعمل في تسيير اعمال، مش فاشله. مش فاشله رغم الارقام الكل، تراجع الارقام الكل تقريبا على جميع الاصعده. لا خدمه ما تصحش حاجه، الفائده مش في الخدمه، الفائده في النتيجه. لا حتى في النتيجه. اعطيني النتيجه مثلا. النتيجه مثال العلاقه مع المنظمة الشغيلة المفاوضات مع اتحاد الشغل، وزارة الضربات من الأول في وزارة التربية وفي وزارة الصحة وفي كل في الإدارة بصفة عامة. صار حوار وصار نقاش وفي الأخير خرجوا بنتيجة. معناتها ثم نوع من السلم الاجتماعي اليوم مع اتحاد الشغل. صار نجاحات في الشؤون الأمور الأمنية، في كنا في صبحنا امنيا تبدلت ياسر الامور من صفه للامن، وقاعدين في كل مجالات قاعده تقدم الحكومه تجيب تعمل اكثر. ما عدا المجال الاقتصادي واللي يطالب به الراي العام اللي هو القدره الشرائيه، الدينار الطايح، الاقتصاد المتراجع، التنميه اللي مش ماشيه. تحبش تقول لك حاجه؟ اعطيني المويان اللي عندها الحكومه اليوم ما تجيبش تعمل خدمه قاعده تعمل فيها. هذاك ما تعملش هذاك حد الجاي، مش هذاك حد الجاي. ما دام ما تعملش اصلاحات كبرى ما تنجمش تعمل خير من اللي قاعد تعمل فيه اليوم. واضح. كلمه الختام ليك سي فوزي اللومي نائب رئيس حركه نداء تونس. نحب نتوجه للمناضلين نداء تونس والناخبين الاحباء نداء تونس ونقول لهم راهو ما تخافوش على الحزب، حزب شغل موحد، حزب باش يكون موجود في المحطات المقبله، حزب هذايا راهو لازم يقعد الحزب الاغلبي باش ما نخليو حتى حد ينجم يعمل مشروع ظلامي في البلاد. واضح. شكرا لك القيادي بحركه نداء تونس فوزي اللومي استاذ القانون الدستوري من محفوظ، بارك الله فيك. شكرا. الموعد مع رياضه جمال القاسمي ومتابعه للمقابله الرياضيه كالعاده اللي يخوضها النجم الرياضي الساحلي. احنا نتقابلوا غدوه في حلقه خاصه جدا من بوليتيكا، تقييم لعام كامل على المستوى الاحداث الامنيه، الاحداث الوطنيه والعالميه. عام ما كانش سهل 2015، غدوه اليوم الاخير ان شاء الله يتعدى على خير. شيء طيب. الى اللقاء. جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.